يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه من صلى المغرب ثم تذكر أنه لم يصل العصر فإنه يقلب النية وتكون المغرب نافلة. إذا ذكرها في أثناء الصلاة، أما إذا ذكرها بعد انتهاء الصلاة فيصلي العصر بعد المغرب، لأنه يسقط الترتيب بالنسيان كما يقول أهل العلم، يسقط الترتيب بنسيانه. لكن إذا ذكر في أثناء الصلاة فإنه يقلبها نافلة يكملها، فإذا سلم يقوم يأتي بالصلاة الأولى ثم يأتي بالتي بعدها الحاضرة. نعم، هذا الجواب الذي قلت أمس، ما قلت أنه إذا صلى المغرب يقلبها نافلة، يقلبها بعد ما فرغ منها، ما يمكن هذا. نعم.